ولم يفهم من هذا أنه أراد المنع وأنه يكتبها، لأن هذا معلوم من التصرفة أن الكتمان لا يجوز، وأن بيد التوجيه والعلم ولا يجوز أن يكتب ولا فيما عند الحاجة أو عند السؤال. لا بد أن يخبر الإنسان بما يبين ما عنده من العلم عند الحاجة أو عند السؤال. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا الأمر أخر ساعة، أو كان الإنسان هناك شيء عن التردد لما الضبط على تتره ويتكلم بشيء لا ليس عنده فيه ضبط. نعم. حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال ابن مسلم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وخير الحصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. نعم. هما قال أن نعبده ولا يشرك به شيء. نعم. هذا هو التوحيد، وهو ما نسبت الى الله ونعبد رسوله. قال ادري ما حقهم عليه اذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله اعلم. قال الا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائده عن ابي حصين عن الاسود بن هلال قال سمعت معاذ رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجبته. قال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثين؟ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الميمون الحنفي قال حدثنا عكرمة معمر قال حدثني ابو خديج قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا فأبطع علينا وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حارقا من أنصاري ببني النجار فزرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حارس من بئر فارسة فإذا ربيع يدخل في جوف حارس من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفلت كما يحتفل الثعلب فدخلت على ربيع يعني حفر ودخلت الفتحة وإن كانت صغيرة احتفل يعني حاول أن يدخل وإن كانت فتحة يعني ليست واسعة حفر ودخل البستان. نعم. البستان محكم ليس له أبواب ليس له منافذ ما وجد إلا من صلى مع هذا دخل معه. نعم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ فقلت كنت بين ظهورنا وقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة تواضعني عليه. قال اذهب علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحادث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذه بشارة عظيمة، من لقيت وراء هذا الحادث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، أعطاه العلامة عليه علامة، وفيها أنه لا بد من هذا القيد مستيقنا بها قلبه. أما ما قالها شك رأيت فلا ترجعه، لا بد من اليقين هناك الشك والرأي من شهد لا يا الله يعني وحد الله وغاد التوحيد والإخلاص عرف معناها وعمل بمقتضاها وعبد الله ووقع في عليه الشرك الشهور الجنة. هذا بشرط عظيمة لأهل التوحيد، فمن بات على التوحيد فهو من الجنة.
لكن هذا مقيد بالروحانيه، يعني اذا لم يقع فيه عمله الشرك لم يفعل نحو بنواقض الاسلام ولا يقع الكبيره، ففعل نحو بنواقض الاسلام دخلت عليه الكلمه عليه دخلت توحيده، واذا فعل كبيره مات عليها فهو متوعد عليه الوعيد الشديد وهو تحت مشيئه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر حديث البراءه الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه فرمضان الى رمضان مكفره لما بينهم في الشبائب، قال سبحانه ان تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم ورسلكم مكفر كريم، هذه بشاره عظيمه واعطى النبي صلى الله عليه وسلم علامه بناء عليه الرسول كله يعرفها وانه ابشر بهذه الاشاره، اذهب كما بحث الله الى اعطيه اشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلب كل شيء وشرك، نعم هذا التوحيد على خير عظيم، نعم هذا هو الظاهر تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على قول الرب قوله فقال من اعلان الى رسول الله تكلم لا هذا قلت فاتيني نعلى من فيها لا فقلت يا من اعلان رسول الله تكلم ما تكلم قوله فاذا رضيع رضيع سدود ها ها ايه هذا نعم قولوا فإذا رضيع فسكن علامة يعني علامة علامة على صدق أنا ما أثر شيء من عنده أن هذه نعي الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل على صدقه أن هذه نعي الرسول أعطاني النعلين وعلامة وأمرني بأن أبشر الناس الربيع فإذا ربيع من ذئب الخارجة ها؟ ربيع الله الخريف فإذا ربيع قال فإذا ربيع يذكر في جوف حالة من ذئب الخارجة والربيع الذكر يعني ثابت ها؟ نعم وأفضل ذئب أفضل ذئب يعني يأتي هذا الربيع الخارجة هذا لا يأتي من بين خارج يدخل نعم نعم ها شغل أو ذي وقبل بين خارج حسن الضبطان مسلمين في ذي وفي خارج على أن خارج صفة لذي وكذا نقل الشيخ عبد العمر بن صلاح عن الأصل الذي هو في خط الحافظ قيعان والحذين والأصل مأخوذ عن الهذولي وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها خارج والثاني من ذكر والثاني من ذكر خارج خارج بعد الكلام تكلم تكلم ها بس ما تكلم على بعد الذكر خارجة ما تكلم على زيادة عليها ايه نعم قالوا هكذا روي على وجهين روي بالله وروي بالرأس قال الصابر الإمام تفاوت وفحش القلب كان احتمل الكمل كمل على السهوة أضغى بس حتى يسمع هذا الفتحة الصغيرة واحتفاوت الحفاظ قال الصابر الإمام رواه عنه بشيوخنا بالراء عن الأبدري وغيره قال وسمعنا عن الأزدي عن أبي بليد الشافي عن عبد الغافر الفارسي عن التلميذ الزاي فهو الصواب. فلا قرب احتفل. جمع بينه الحفر ثم احتفل. يعني جمع نفسه وتضامر وحصار حتى يسمع الفتحات. نعم. ومعناه تضامنت ليبدا عني المدخل وكذا قال الشيخ ابو عمرو انه بالزاي في الاصل الذي في قصر بعامر العبدري وفي الاصل المعقود عن الجنودي وانهار وانها روايه من العبدري
وأن رواية الزاي أقرب من حي المعنى. نعم أقرب طيب. ويدل عليه تشبيهه في قوله بفعل الزاي. نعم. فقال يا باء ويا أقرب من عليه. قال بابن علي هذين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشروا بالجنة. فكان أول من لقيت عمر قال ما هذا من أعلام يا أبا هريرة؟ فقلت هذا من أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعذني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين يديه فقررت بنفسي فقالت لي يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدهشت بكاء وركب لي عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين يدي ضربة فقررت بنفسي. قال ارجف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ فقال ايه؟ فقال ارجف. قال ارجف كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله يا بي انت وامي ابعث ابا هريره بن علي من لقي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فاشتروا بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس علي فخلهم يعملون. خلهم يعملون فكنا. فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. عمر رضي الله عنه قول الحق ونظر إلى المصلحة العامة لما رفع أبو هريرة بشر الناس لأن قال لا إله إلا الله تخلي مستقيم قلبه خاف أن يتكل الناس فأراد أن يرد أبا هريرة عن هذا ولهذا ضربه بقدره ضربه سقط من الحلق على أسته وبسته المقعدة في الدبر وقال هذا فخرط بسته يعني خلع على قفاه على عجله في قوة الضربة التي ضربها عمر رضي الله عنه وأراد بذلك أن يرده عن هذا حتى لا يتكل الناس أراد المصلحة العامة. فرجع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجهل لما أقرأ أجهل بالبكاء يعني من باب الشرح على عمر كيف يضرب هذه الضربة فأجهل بالبكاء لما أقرأ عن بكاء قال عمر قال ما لك يا أبو هريرة؟ قال إن عمر فعل كذا وكذا ضربني ضربة خرطت لأسي ولحق عمر وراكب عمر يعني لحق الحلف ضربه لحق لما لها أبو هريرة لحقه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أنت بعثت أبا هريرة يبشر الناس من قال لا اله الا الله قال نعم قال وخذ فلا تفعل بابي انت وامي لا تفعل اذا استكل الناس خلهم يعملوا فقال من خلهم. هذا في دليل على ان عمر اجتهد في هذه المساله واقر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاجتهاد وان كان هذا في هذا العمل دفع ابو هريره رحمه الله في هذا العمل يعني حط عليه بعض المشقة إلا أن هذا في مصلحة عامة للأمة أراد المصلحة العامة قدم المصلحة العامة وإن كان حصل هذا الضرر على أبي هريرة لكن ضرر يسير مغتبر هذا في جنب المصلحة العامة مثل الإبل الآن يسمها الإنسان بالنار والنار تلهي لكن هذا من المصلحة العامة هذه الأذية شيء يسير للإبل يعني يسمها الإنسان حديدة في النار يحميها ويتعرفها يؤذي الإبل لكن هذه خفيفة في جنب المصلحة العامة وكذلك مثل خط أذن الصبايا البنات الصغار تخبط الأذن هذه يؤذيها لكن من باب المصلحة لإيجاد التحلي تجد في أذنيها القرط من الذهب وكذلك وما أشبه ذلك فهو من هذا الباب يعني عمر ضرب أبو هريرة حتى سقط وهذا وإن كان هذه مشقة كبيرة إلا أنها مكفرة في جنب المصلحة العامة للأمة حتى لا يتكل الناس. نعم سلم عليها تعرفها نعم تعرف قلها ضربة في هنا ضربة عبد الهريرة قولها
ثم أيضا لحظة ما تركه ضربه لما عرض لحظة حتى يبين الحال بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المصلحة العامة للأمة على حق مشقة على الأمة ولهذا جهز البكاء لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الشرع على عمر كيف يدفع هذه الدفعة القوية ويسقط من خلفه وهو ما فعل شيئا فعل نفس الشرف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النبي عليه لكن عمر عنده بعد نظر في هذا ورأى أن المصلحة العامة تقوي هذا وألا يستمر في الإشارة لئلا يحتكر الناس ولهذا قال يا رسول بأبي أفتك بأبي وأمه هي التفتية فعمر فدى الرسول بأبي وأمه وهو عليه السلام لا شك عن محبة مقدمة على محبة الأبوية ومحبة النفس قال بأبي وأمه أعطته وبشره فقال لا تفعل إذا يتكلوا خلي أن يعملوا فقال خلي رجع إلى قوله إذا لا بأس أن يعلم الإنسان على الرئيس وعلى السبيل بعض المشورة نعم. قدر لأبيه دفعها قدر ثم سقط للحج على عرفها لسه مقعدة اسم أرسال الدبر قال له الاسم ومنه قصة عمر بن سلمة كان يصلي لأصحابه وكان صغيرا له 7 سنين وليس عليه سعيد جبة من الله قصيرة إلى سجد قد يبلغ بعض الأرض فجاءت المرأة المقابل غلط وعلى أرسل فاهيئه كان مقعدة لا هذه قصة ثانية قصة ذاري نعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله عليه إلا حرم الله على النار إلا حرمه ما بالتاء عندك معه إلا حرمه الله على النار وهذا في حديث السابق كبر ثلاث مرات يا معاذ الجبل للتأكيد والمبالغة والانتباه نعم قال يا رسول الله أفلا أخبر بأن فيستشعر
قال إذن يتكن فأخبر بلا محال عند موته تأثما. وهذا كما قلنا ما اشهد الله على رسول الله إلا حرمه الله على النار، يعني من وحد الله مراد التوحيد، يعني شهد عن صدق وإخلاص منافذ الشرك ويقين منافذ الشرك والخير، حرمه الله على النار تحريم دخول إن مات على التوحيد ولم يصب على معصية على كبيرة وينقض على كبيرة وتحت المشيئة. قال أفلا يبشرونها على إذا يتكل، ثم أخبر بها معاذ عند موت تأثما على الخروج من اسم الاستثمار، لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يؤخر الإخبار وقتا دون وقت. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان. فروخ نعم. مثل ما سبق توجيهه انه اما انه فهم منه ان النهي ليس للتحريم وانه للتحريم، او انه اخبر بها عند الموت يعني خروجا من الاثم وعمل بها انه في الوقت على التتيها نهى على الكتمان. نعم. قال سيدا مفروق ومسبح الله وظن الله والقائم والجنة وهو غير مفروق للعلم والعلميه. ما وضح. قال صاحب كتاب العين مفروق جنسي لابن ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم هو ابو العلم، وكذا نقل صاحب المطالع وايضا مفروق لابن ابراهيم العلميه والعجمى، يقول يعني مثل ابراهيم، ابراهيم هذا ما يصلح في العالميه والعجمى. ماذا تحتاج ان تقول؟ نعم. قال وقد نقل جماعه من العلم على انه لا يحتاج. كان استشفاء. نعم. ها؟ نعم. نعم، هو بين، هو بين، لا، اخبر. ما يسمى العلم، يخطئ وبين. وبين المعنى مراد منه التوحيد والإسلام وعلى الشرك، وعلى التوحيد فهم من أهل الجنة مع عدل الأواخر. نعم. تسبية ولا أتيك بأبي وأمي، فيها كلام لأهل العلم. أما تسبية الرسول لا شك في هذا، كذلك تسبية تسبية الأبوين غير المسلمين لا بأس، أما الأباء والأم فهي كلام أهل العلم، أنه شرع أنها تسبية لكل أحد بأس إلا برهة. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك محمود بن المدينة. حدثني محمود محمود بن الربيع. نعم. نعم. قال حدثني محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عثمان بن مالك قال قدمت. نعم، محمود بن الربيع هو الصحابي الذي أدرك مسجد تمجع النبي صلى الله عليه وسلم من بئر في ذلك الموضع الخمس سنين. نعم. قريب صحابي قريب. نعم. قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت حديث بلغني عنه قال أصابني في بطني بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسلموا العظم ذلك وخبره إلى مالك بن زخم قالوا واتل أنه دعا عليه فألك واتل أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنا فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. الله
قال حديث عثمان لأخذ لهم قال فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا أنت ولا يكون إلا الله. هذا هو حديث عثمان الذي ساقه الشيخ إمام محمد بن عثمان في كتاب التوحيد تفضل التوحيد وما يكفرون الذنوب أو في حديث عثمان إن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتلي بذلك وإلا الله. في حديث عثمان أنه تبصر ببصره يعني ضعف بصره وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنكرت بصري وإني أظل نفسي واد إذا جاءت السيول منع بذلك من مجيء المسجد فأحب أن تأتي وتصلي في مكان في بيتي أتخذهم قال نعم أفعل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وأصحابه يظن أنه جاء بعد أن تعالى النهار في الضحى وصلى بهم ركعتين في ديانه لا بأس بالصلاة نافلة بعض الأحيان إذا اتخذ عادة فإذا جاءت الضيوف في الضحى وصليت الجماعة أو في الليل فلا بأس بعض الأحيان. وفيه أنهم يتحدثوا عن المصلي بعضهم يصلي بعضهم يتحدثوا عن المنافقين وقالوا أن مالك بن دخشم منهم وودوا أن النبي يدعو عليه حتى يفريته الله وودوا أن يصيبه الشر فلما أكثر من قال ما لك تتحدث من قالوا رسول هذا مالك بن دخشم هم من المنافقين فقالوا أليس يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله قالوا بلى يشهد أن لا إله إلا الله وليس ذلك في القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يشهد بذلك وليس الله. وهي النبي رد دافع عنها على الشخص وهي دليل على أن الأصل هو مسلم الإسلام وأنه لا ينتقل على هذا الأصل إلا بدليل كيف كان الإسلام ظاهر الإسلام لا ينبغي رده بالنفاق إلا بدليل دليل واضح. ولهذا لما تحدث مع هذا الرجل وقالوا أنهم لو منافقين باللفظ الآخر أنه قال أن النبي قال أليس يسأل الله قال نعم ولكن إننا نرى وجهه وإقباله على المنافقين. فقال النبي فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عندك في هذا اللفظ فإن الله حرم على النار فإن الله أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيذكر النار أو تطعمه. قال أنا أعجب من هذا الحديث. يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتطعمه النار يعني يشهد على إخلاص الصدق ومحبه ويقين والمراد أن يوحد الله يعني يعبد الله ويوحد الله ولا يشرك به شيئا أكثر من الصفة الأخرى. ليس المراد قولها باللسان لأن ما قالها باللسان وخالفها بالإقبال لا تلقى بإجماع المسلمين. قال لا إله إلا الله وأنا رسول الله وأنا رسول الله وهو يشرك بالله ما تلقى النصوص تضم بعضها إلى بعض يعني يشهد أن الله ونحمده ورسوله رسول الله يعني أن توحيد وإخلاص لو جاء في حديث تعبد الله لا تشرك به شيئا إنه الأخر إلى أن يوحد الله وباللفظ الى ان يعبد الله ولا يشرك به شيء وباللفظ الاخر من شهد ان لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله وباللفظ الاخر من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله وباللفظ الاخر من قال غير شاك يكذب على النار وباللفظ الاخر قال مستيقنا بها قلبه فالنصوص مو ببعضها الى بعض المراد هذا المراد في قيود الاخرى التي جاءت في الحديث فاعجب على هذا الحديث فقال لي عفوا هذا الحديث ويدعي على سواء في التوسط في الحديث وعلى أمر نجمع عليه استقر عليه الأمر كان الذي في أول الأمر منع حاول من كتاب الحديث إلا أكتب القرآن ثم رحص في ذلك. لا هذا شيء قال في رواية البخاري وهي اللي جعل الشيطان الروحي إن الله حرم على النار وقال لا أليس تراه قال لا يرى حدث من قلبه قال الله ورسوله أعلم ثم نحن فإنا نرى وجهه و المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار وقال لا يرى حدث من ذلك وجهه هذه رواية البخاري. نعم صفتنا بأن الإسلام والصلاة ركعتين في الضحى وفيها أن
أنه حبسوها على حذيرة، حبس من على حذيرة عقيدة، حذيرة عقيدة تستطع من الشهد يعني أخره فنعو له حذيرة. هذا في جرس المحادث في لفظة الصحادة. وإذا أنه صلى من يأتي مكان إذا أنه لما دخل النبي قال أين حبوا الصلي له، أول شيء بدأ بالصلاة عشر إلى مكان فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه يصلى. وفي حديث في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رحى ثلاثة أيام يصلي في بيته إلى جانب السور. وفي حديث ابن مكتوب لما قال هل تسمع النداء قال لا، قال فأل فين إلى أبي بكر، فما الفرق بينهما؟ ها؟ نعم هنا أسباب العذر واضح هو أنه ضعف بصره بينه وبين المسجد وادي يسير إذا قال ما يستطيع. أما ابن مكتوب ماذا كعذر من العرب؟ والعمى ليس عذرا لكل أحد، يختلف الناس بعض الرميان قد يجب من يأتي به جرادة من أقارب، بعض العلماء يجب أن المصري يأتي به ما يمنع هذا العمى، ما في عذر من العمى. هذا ما أما أسلام فالعذر واضح وهو أنه غيره وادي يسير فلا يستطيع المجيء ولا يستطيع قصر الوادي. نعم اختلف بعض العلماء يحتاج قائد، بعضهم يحتاج عن قائد اختلفوا، لكن يجب احيانا من يستجب بعض الجواب. المقصود ما يتولى العمل فقط، وهذا ليس عذر على الاطلاق. اما هذا عذر واضح، هذا عذر بكل حسب مقصد في موضوع المسجد الاقوالي يسير. يقول رسول الله انه اذا سال الوادي قد انكر بصر بعض البصر. نعم هذا حق من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق من النبي صلى الله عليه وسلم لا تخشى عليه غيره. نعم حدثني ابو بكر بن نافع عن سيدي قال حدثنا بكر قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال حدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه انه عمي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعس رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم وصف له نعس وصف نعطه واصنع. ثم ذكر نحو حديث سليمان إذا صلى في كل مكان لا بأس، ما قال وإذا استقل مكان طيب كما قال كما فعل أسباب وقبض النبي على ذلك. ها؟ يعني أفديك بأبي وأمي، هذا النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإذا كان أبواه غير مسلمين لا بأس، إذا كانوا مسلمين تقضي الأبوين مقدما على غيرهما. نعم ذكر في نظره ذكر الجواب أنه تقضي لكل أحد. نعم قد رضي بالله ربا ورضا يكون في القلب، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رضي الإسلام بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا انشرح صدره واطمأن في نفسه وانقاده جوارحه بالعمل الصالح. ثم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا فإنه يذوق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان بسبب صحة إيمانه وانشراح قدره
وطمأنينة في قلبه ثم تنبعث في جوارح في الأعمال. الجوارح لأن الملك لأن قلبه هو ملك الأعضاء. طيب فإذا اطمأن القلب وحل فيه الرضا والانشراح انقادت الجوارح في الأعضاء. قال حدثنا ابو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه والحلاء شعبه من الايمان. نعم. وهذا فيه بيان ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وانها بضع وسبعون شعبه. في الرواية الأخرى لمسلم سبعون في السبعون أو سبعون في السوء. رواه البخاري في لفظ سبعون في السوء بدون شك. الإيمان سبعون في السبعون في الشعبة. يقول فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إلا غفر الأذى عن الصدق والحياء والشعبة من الإيمان. هذه الشعب كلها من الإيمان. هذا في دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. في الرد على المرجعة القائلين بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. كلها من الإيمان. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها وأدناها مثل لأعمال مثل بكلمة التغيير لأعلاها وأطولها وهي من قول اللسان ومثل لأدناها وهي مثل الأنطيق وهي عمل عمل بدني ومثل الحياة وهي عمل قلب. دل على أن أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى على الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى وبينهما شعب متفاوتة منها ما يقوم من شعبة الشهادة ومنها ما يقوم من شعبة الإمامة. والصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة والأمر المعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة والجلسة في البيت شعبة وبر الوالدين شعبة من شعب الإيمان والإحسان إلى الجار شعبة إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان الشاء والسلام شعبة وهكذا. كل هذه من شعب الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله ألف كتاب ثم شعب الإيمان ثم كتاب شعب الإيمان وصار يعد ما جاء في النصوص أنه من الإيمان يستدل عليه. نعم. الأصل من العدل لا يكون الحصر الأصل هذا هو الأصل لكن ظاهر ظاهر الحديث هنا أنها أن هذه هي شعور الإيمان. نعم. إذا الأصل من العدل لا يكون الحصر. نعم. يوكب خالد بضع مستقر ويوكب مسلم الشك بضع مستقر هنا باقي الشك اللي بعدها فيه شك. ها تظن السبعون. نعم. هذا العقل يعني عدم يعني كل ما زال عن عدد هو يعني مطلوب يعني قد يأتي في بعض الأعداد عدد قليل ثم يتعدى أكثر منه مثل الكبائر والسبع جاء زيادة عن السبع فلا يجوز الحق يعني يحب العدل الاثنين. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن كريم عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. هذا شيء فيه الشك ومن العجائب ان بعض الاحناف المتعصبين هو أبو معين النسبي ومن مرجع الفقهاء الذي لا يرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان طعن في هذا الحديث وهو في الصحيحين. قال إن هذا الحديث موضوع فيه لأن الراوي طعن فيه بغفلة نفسه وطعن فيه بغفلة الراوي لأن الراوي شك هل هو بضع وستون أو بضع وسبعون ولا يظن أن الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الراوي وهذا يدل على عدم الصحة. ثم أيضا هذا الحديث مخالف للكتاب العزيز
ذكر الحاوي رفع أبو عين هذا من تعصب بعض الأحناف. الأحناف بعضهم عرف التعصب تعصب الشديد، لأن الطعن في هذا الحديث في الصحيحين ما هو الطعن في قلع الراوي سبعة وستون وهذا يدل على عدم صحة الحديث، هذا يدل على الراوي غفل عنده غفلة، إذا كان مغفل فلا يحتج في حديثه. هذا من العجائب كلام بعض المتعصبين. ثم ايضا الطعن الثاني انه مخالف للكتاب العزيز، اين مخالف للكتاب العزيز؟ بل هو موافق للكتاب العزيز. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجهت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم الاحقاء. كل هذا جعلهم من الاله. إنما هو الذي عمل بالله ورسوله ثم لا بكاء وجهدوا بما يمكن من أولئك هم الصادقون. ويكفي هذا كثير من الآيات موافقة للحديث، ليس ليس أحد يخالف الكتاب بل هو موافق الكتاب العزيز. لكن هذا من ثمرة الشوق الملموم، من ثمرة الشوق من التقليد الملموم. نعم. ها؟ والبضع من 3 إلى 10 قبل الضبع، ومن 3 إلى 9 يعني على واحد من العلماء أصل إلى 76 البضع إلى نهاية البضع إلى آخر البضع، البضع من 3 إلى 9 يعني يحتمل أن يكون 71 إلى 76 كل هذا البضع يحتمل هذا أن المراد الحفر على المراد يحتمل أنه ليس المراد الحفر وأنه تجيب على هذا وأنه فات على الحبان بعض الأشرار وبها فيه تتبعها على الكتاب في هذا ثم شعب الإيمان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأكبرها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذان الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه الأمثلة الثلاثة مثال لقول اللسان أو كلمة التوحيد، من المعروف أنها قول اللسان مع اعتقاد القلب، ومثال لعمل البدن وإناقة الأذان الطريق، ومثال للحياء هو عمل القلب، والحياء خلق باطني، خلق قلبي باطني يبعث على فكائن الأخلاق. والشخص عن مساوي الأخلاق يبعث على الشهامة والكرم والانتهاج كرم الضيف، ويمنع الإنسان من مساوي الأخلاق كالغيبة والنميمة وأذية الجار وما أشبه ذلك. هذا الحياة خلق داخلي باطني
قلبه يرغب الإنسان على مخالف الأخلاق ومحاسنها ويكف عن مستويها. أما الذي يمنع الإنسان عن السؤال عن ما أشكل عليه أو عن تعلم دينه والتوقف في دينه أو يمنعه على الإسلام الضروف أن يعلمون خير الدار هذا ليس خيانة وإنه جبن وخور وضعف. أم سليم أمن عن الخير جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله لا يستحمل الحق فهل على المرأة في الرسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت المرأة. قال فعائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة فليتفقهن في الدين. الحياة اللي يمنع الإنسان أن يتفقه أو يحضر مجالس حلقة الذكر أو يسأل عما أشكل عليه أو يمنع من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ليس حياة وإنما هو جبن وخور وضعف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعيد رقاه في الحياة فقال الحياة من الإيمان. يا وفي ترك الحياة يقول ترك الحياة الحياة أكثر عليه فقال من دعه يعني لا تنهى عن الحياة فإن الحياة خير كله دعه لا تنهى. تكلمنا على ذرة المستغر ذرة الفتون على الشك قول ذرة المستغر ذرة المستغر ها شك كذا قال واختلفوا بالترتيب. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد وقال مر برجل من الانصار يعظ اخاه. حدثنا محمد بن مثنى وحنق محمد بن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر عن قتاده قال سمعت ابي الثواب يحدث انه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحياء لا ياتي الا بخير. وقال بشير بن كعب انه مكتوب في الحكمه ان منه وقارا ومنه سكينه. فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كعب. نعم هذا اعتبر ما ينبغي منه الشيخ الغالي حاج الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياة وقال بشير انه مكتوب في الحكمة ان منه وقار الحياة ومنه سكينة
فقال غضب عليه عبار وقال حدثت على رسول الله حدثني من صحبه. يعني ينبغي للإنسان أن لا يعارض ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض صحب الصحف الإسرائيلية وغيرها. نعم. نعم ثلاثة معناه النقص لا يؤمن واحد حتى يحب الاحتمال في الاحتفاء. وهل يحب النفس في الوضع على ذاته بطريقة؟ إذا نقص شعب الإيمان نقص الإيمان. نعم. حدثنا يحيى بن خليل الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن الحاق وهو بن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في رأس منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال أو قال الحياء كله طيب. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عينا وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه. قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد شيخ فغضب عمران قال فلا زلنا نقول فيه إنه منا لا أبا لشيء إنه لا بأس به. وهذا فيه بيان أن الغضب في السنة إذا عرضت السنة أمر غضب لما عارض بالشيخ السنة في صحفه أمران حبل الجليل أو عن الذي يقول قال الحياة الخير كله أو كله خير. فقال أبو شر بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ومنه وقاء ومنه ضعف. فغضب عمران حتى مرت عيناه فحق له ذلك. ثم لم عاد عمران فعاد بالشيخ فغضب حتى اراد الحاضرون ان يبينوا ان قالوا انه منا وانه لا باس به. يعني بشر الكعبي ليس فيه نفاق ولا بدعه معروف بالخير لكن هذا الاعتراض يعني صدر منه يعني وهو لا يدل على نفاق ولا على بدعه. ولهذا غضب عمران رضي الله عنه يعني اتهمه ظن انه متهم بالنفاق والبدعه. عمران يحدث عن الرسول هذا يعارض الكتب. والذي اشار الى الكتاب وكان يقول منه ضعفا الضعف ليس من الضعف هذا الجبن والحور وبعض الذي يكون الذي يتوهم انه من الحياه يعني يمنع الانسان من السؤال عن ما اكثر عليه يمنع الانسان من انكار المنكر من الدعوه الى الله. هذا الضعف ليس من الحياه هذا جبن وحور هذا الذي اشار اليه ومنهم سكينة وقرنه ضعف هذا ليس من الحياة. والمقصود أن بشير بن كعب أخطأ في هذا ليس له أن يعارض ولهذا غضب على أبي الجليل. ومثل ذلك ابن عمر لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الله نستجد الله عارضه أحد أبنائه وقال والله إذا معهم غضب وقال لا أكلمه قضي عليه إنه عارض السنة. قال أقول قال رسول الله سمعه تقول والله إذا معهم لا أكلف حجرا. من ذلك أيضا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رأى بعض يستخدم فقال إن رسول الله عن الخد فقال إنها لا تصيب كيدا ولا تنكر عدوا وإنما تسقع العين وتكسر السن وخسر الرمي بالحجارة صغيرة في الأصابع. ثم رآه بعد ذلك يحدث فقال يحدث تعالى رسول الله من عاقلتهم وتحدث لا أكلم ثم هجره. فلا ينبغي الإنسان أن يعارض الكعب وكذلك بشير بن كعب هنا عارض السنة ولذلك غضب عليه أمرار حتى حمر ثوبه حتى خشي أنه متهم وجعل من حوله من أصحابه يهددون أمرار يا أبا نجيب يا أبا نجيب كلية حدث أمرار كل يسوع أبو نجيب يا أبو نجيب إنه منا وإنه لا بأس به إنه غير متهم مو متهم بنفاق ولا بدعة لكن صدرت من هذه الكلمات قال حتى احمرتا ثم يقول حتى احمرت هذه على لغة ضعيفة ثم لغة يسألون البراميل
تحمر ركاعة عينه، حتى تحمر ركاعة عينه مثل جاء بها القرآن قوله وأكثر الرجل الذين ظلموا. ومثله هو أسر النجوى، وأسر النجوى الذين ظلموا على أحد المذاهب فيها، ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة وكثيرا منهم. نعم، يتعاقبون فيكم ملائكة، نعم. ورويناه في سنن أبي داود واحمرت عيناه من غير ألف وحال الظهر. وأما إنكار عمران رضي الله عنه فلكم قال لي مضحك بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، ومعنى تعارف عارف تأتي بكلام في مقابلته وتعترف بما يخالف. هو يعتبر عارف من جهة، من جهة أنه قال إنه موجود في الحكمة إن منه وقال، ومن جهة ما قال فيه ضعف، حتى ولو ما قال فيه ضعف في الرواية الأولى ما فيها ما قال أنه ضعف، ومع ذلك أنكر عليه عمران وغضب لأنه يخبر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يخبر عما فيه كفر. نعم، إيه ولو كان يعني يريد أن يؤيد هذا من هو الكفر، حتى لو ما احتاج إلى شيء. من الثلاثة إلى التسعة لا صبر غير الضوح تتضوح على غير غير وهيلة غير الضوح سوى الأولى ما في شك حد الروح. نعم، حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هذا بعض اللي عدها حبان عدها حتى القرية في التصريح. نعم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حسير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حناد بن زيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة فكلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيره قال قل آمنت بالله فاستقم. ها فاستقم ولا ثم استقم. نعم هذه ولا الثانية ولا ترى اللي بعدها. نعم ها ثم استقم. نعم هذه ترى الأخرى. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن ابن القنادي قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ ما كان رواية أخرى قل آمنت بالله ثم استقم هذا من جوامع الكلم الذي يوصف عليه الصلاة والسلام، فإن هاتين الكلمتين تجمعان الدين كله قل آمنت بالله ثم استقم، إذا وحد الله ثم استقام بالعمل حصل له على كل خير. وهو في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل تنزل عليهم الملائكة والآية إلا تخافوا ولا تحذروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي الرواية قل آمنت بالله ثم استقم مسلم يعني الخمسين زيادة في العام الأربعين النووية عصر زيادة النووية قل آمنت بالله ثم استقم
كل في لسان القول لا أسأل وأنا وقع أحد ما أعدل الحديث أقول الحديث الأول حديث قل آمنت بالله عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم ثم استقم ولا يسأل فيها خلاف شاعر السابق وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فاستقم اللفظ ما ذكر في الأخبار قوله قل آمنت بالله فاستقم ها آمنت بالله فاستقم تبقوا فاستقم بدلا ثم لكن في المكان قل قامت بالتلقاء لكن الاخر محفلة شرط في الشرط في الشرط لفظة قل آمنت بالله عندي قوله قل قلت يا رسول الله قل في الإسلام قول لا أسأل عنه غيره قال قل آمنت بالله ظاهر أن يسمى لأنه لو كان فيها تعرض له ولا تعرض له كنا عليكم حتى ذكر أن في الموضوع وهم في الحديث الأربعين أو الخمسين قال قل آمنت بالله ثم استقم أشار إليها والآية الكريمة إلا قال رب الله ثم استقام آيتين نعم المقلاة هذا مجاوع كان عليه هذا يجمع لي كله من آمن بالله ثم استقام حصل على خير الاستقامة تشمل أداء الفرائض والإنساء على المحارم والاستقامة على الدين أو الثبات على الدين تشمل إذا آمن بالله وحد الله ثم استقام العمل ما ترك شيء هو الإسلام لا قال نعم نعم استقام هي الدين كله استقام هي الدين كله نعم استقام في درجة فيها كمال الجمهور وتمامه وبوجودها أصول الخيرات والنظام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا فلن تشكوا وقالوا الخطيب الخطبه التي هي الحرمه المحاسن وبفضلها قبحت المعاسن. ماشي. والله تعالى امرنا ان نسال ان يهدينا الصراط المستقيم. من هدي الصراط المستقيم فقد استقام ومن استقام حصل على خير الدنيا والاخره. والانبياء والرسل عليهم الصلاه في الدرجه الاولى من الهدايه والاستقامه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاول وحدثنا محمد بن موسى بن مهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من اردت ومن لم تعرف وهذا في دليل على ان الاسلام اختار وان الاسلام اختار وان هذا من خير الاسلام تطعم الطعام وتقرا السلام على من اردت ومن لم تعرف والاسلام اذا وصف دخل فيه الايمان كما ان الايمان اذا وصف دخل فيه الاسلام لكن إذا اجتمع مستوى الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة في هذه الدنيا وإذا أطلق أحد دخل فيها فيطعم الطعام ويشتغل السلام هذه من مختصر الإسلام ومختصر الإسلام هذه من مختصر الإسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أردت ومن لم تعرف يطعم الطعام والطعام محبوب لله لأن قد يكون هناك محتاج إذا كان الإنسان عنده معروف أن الإنسان
يطعم الطعام يأتي له الفقراء يعرفون قد يكون هناك من لا يجد من الفقراء قد يكون من يستحي إلا عرف أن هناك من يطعم للضيوف حتى إليه هذا من الإيمان كذلك أيضا الشعر السلام طاب نفسه يسلم الله على إياه الشعر السلام على من كل من لقيت وهو مؤمن وكل من لقيت في ديار الإسلام سلم إلا إذا عرف أنه غير مسلم لا تبلغه السلام تقرأ السلام على من عرفه ومن لا تعرف وهذا من أسباب المحبة قلنا في الحديث الصحيح والذي نفسي يده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاصر أولا عزيزكم على سيدنا إذا فعلتم إذا حضرتم أشهد السلام عليكم إشهد السلام من أسباب المحبة والمحبة علامة على الإيمان والإيمان سبب في صدقه نعم وحدثنا البخاري احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرح المصري قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا انا مسلم الكافر سلم المسلمون من لسانه السب والشتم والغيبة والنميمة وسلم من يده الاعتداء أو أخذ المال بغير حق طويلة من سلم من لسانه ويده فعلى هو مسلم الكامل ومن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا ناقص الإيمان وناقص الإسلام ضعيف الإيمان وضعيف الإسلام هذا مسلم كامل نعم إذا كنت في بلاد الإسلام أردت أنه مسلم لا إذا أردت لأن أبيان أردت فإذا بلد الإسلام أردت أنه مسلم إلا إذا كان أكثر مسلم سأبغي يعني تعمل سلام لكن هنا في بلاد الإسلام الأصل أنه مسلم تمشي على الأرض ولا تنتقل عنه الأرض إلا بيأتي إذا تأخذ أنه غير مسلم لا تتزوج نعم الرافضي غير مسلم منافق لأن من سب الصحابة وكفر الصحابة واتقهم فإنه مكذب لله والله تعالى زكاهم وعدلهم ومن كفرهم فقد كذب الله وأيضا سألهم يعبدون آل البيت يستذكرون بآل البيت ويعبدونهم هذا توسل شرك وكذلك من زعم الإخوان غير محفوظ أنه ما بقي إلا الثلث كما يقول الله هذا رده تكذيب لله بقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ كما نص على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الرافضة منافقون نعم كل من يعتقد هذا الفعل من يحسب الصحابة يكفرهم ويفسقهم فهو مكذب لله الله تعالى زكاهم فقدره الله على المؤمنين في مبارك تحت الشجرة وكله على الله الحسنى واستغفر له من الهدي رضي الله عنه ورضوا عنه فمن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله ومن كذب الله كذب قد استنبط الامام مالك رحمه الله كفرهم من ايه القتل ليغيروا بهم الكفار الصحابه يغيروا بهم الكفار هو الرافضه يغيروا يغيرهم الصحابه هو الكفار نعم مصطفى زياده عليه السلام من اسباب حط الذنوب والخطايا سلم عليك ثم صافحه نعم او اذا لقيها زياده السلام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله واذا صافحه زياده نعم حدثنا حسن بن سلوان وعبد الحميد جميعا عن ابي عاصم قال حسن انبانا ابو عاصم عن ابن جريج انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده ابن ابي موسى عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال
قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على الإسلام يتفاضل، أي الإسلام الأفضل سلم يتفاضل، وأن من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم فاضل، ومن لم يفهم مسلم الإنسان بيده فقد نقص إسلامه وإيمانه. نعم. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا موسى قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد. وهذا وجه كون المؤلف يأتي بالنصوص التي هي تفاضل الإسلام في كتاب الإيمان، لأن الإسلام في دور مقتصر في الإيمان، الإسلام والإيمان إذا أحيانا دخل فيها فتصل الإسلام تصل فيها وتصل لما تصل فيها. والدليل على هذا أن الذي فسر الإيمان في حديث في عبد القيس في الأعمى قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ كانت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا وقوموا الجماعة فسر في الإسلام فالإيمان إذا وحده دخل في الإسلام والإسلام دخل في الإيمان. نعم. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا موسى قال حدثني قريب بن عبد الله بن هذا الإسلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين أفضل فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا الثقفي قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان: من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره أن يغذف في النار. وهذا الاتصال من وجد فيه وجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، ووجد فيه من وجد في هذا الاتصال خلاص من كله وجد حلاوة الإيمان لذة الإيمان ومعنيته. ما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كمال الإيمان، يعني فقد كمل إيمانه من وجد في هذا الاتصال، كمل إيمانه تكمل الإيمان ورضي نفسه وصح إيمانه. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الكمال. فإذا قدم شيء على محبة الله ورسوله دل على نقص إيمانه، ولا يكفر لله أصل محبة الله ورسوله لا بد منها، ما لم يحب الله ورسوله كان. لكن المؤمن عنده أصل العاصي، المؤمن العاصي عنده أصل المحبة، لكن قد يقدم شيء على محبة الله ورسوله، فمثلا يتعامل بالربا، هذا في تحديد قدم المال حب المال على محبة الله ورسوله. التعامل بعض المعاملات قد يتساهل بعض الواجبات، قد يقدم النوم او العمل على صلاة الجماعة، يتقدم هذا الشيء على محبة الله ورسوله. ثم قال الله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومتاعب تنكرونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله الآخر قبل الفاسقين. المقدم شيء من هذه الأشياء الثمانية على محبة الله ورسوله وفاة آباء، مقدم محبة الأب أو الإبن أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المتاعب، فلهذا قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله الآخر قبل الفاسقين. فيكون عاصي ما عاصي محبة الله ورسوله، يعني كان كمال أن يقدر محبة الله ورسوله على كل شيء، يعني الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن قدم محبة الله ومحبة رسوله لا يتعامل بالربا ولا يتأخر عن صلاة الجماعة، ما يعصي، إذا عصى دل على أنه ما قدم محبة الله ورسوله، عاصي يقدم محبة ما يهواه من المعاصي على محبة الله ورسوله. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يؤدي الفرائض وينفع عن الحمل، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، في الفقرة الثانية يحب الشخص لا يحبه إلا لله من أجل استقامته ولو كان بعيد الدار،
ولو لم يكن بينه وبينه نسب فلا قرابة، هل يحبه إلا الاستقامة؟ والثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره الرجل يكره الكفر كما شديدة تكره هذه بأن يقذف في النار. هذا يدل على كمال الإيمان، هذا بكمال الإيمان. ولو يكون كذلك يكون عنده نقص، وهذا يدل على تفاوت الإيمان وأن الإيمان يتفاوت. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان: من كان يحب المرء لا يحبه الا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. ومن كان أحب أن يلقى في النار، من أحب أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، ومن كره الكفر كما يكره أن يلقى في النار. والأمر كذلك، قد يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وهنا من أحب أن يلقى في النار خير لهم من خير لهم من الكفر. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور. نعم. محبة ما عرفت المحبة كيف مصرتها فلك وجلبه وعوره من أثرها الرضا والثواب لو على طريقة الموضوعين استغرب الإرادة قال الإرادة عندك ها يا هذه محبة المخلوق. نعم كما قال رسول الله يكفرون بالله يندد يحبون هذا الحب الله والذين امنوا يحبوا الحال المشركون يحبون اندادهم كما يحبون الله والذين امنوا يحبوا حب لله يعني محبه المشركين مشتركه ومحبه المؤمنين خالقه. نعم. حدثنا ما على وجهه لذة الايمان وحلاوه الايمان ما على وجهه الطمأنينة والانشراح والصدق يرضى ويطمئن ويشرح نفسه ويطمئن ويتلذذ بالعمل الصالح. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن سمير قال أنبأنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نعم عن ثابت حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن سمير قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا يعني خير الله من يرجع. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي وحاول وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان الكامل، هذا هو الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون الرسول حب إليه من ماله وأهله وولده، الله الأخذ حتى يكون عليه من ولده ووالده وإلا في علمه، هذا هو الكمال، هذا كمال الإيمان الواجب. فإذا لم يكن كذلك نقص إيمانه ويأتم ويكون آثم إذا قدم محبة المال أو محبة الولد أو الأهل على محبة الرسول نقص إيمانه وضعف إيمانه، كما قال في الآية الكريمة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وما يقتصدون، ثم قال أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا كمال الإيمان، هذا الإيمان الكامل الواجب أن يقدم محبة الله محبة الرسول على محبة المال والأهل والولد والنفس
فلما قال عمر النبي يا رسول الله أحب إني أحبك من كل شيء إلا من نفسي. قال له عليه لا لا تبلغ المحبة حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر الآن بلغت المحبة هو الإيمان الكامل. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجانبه ما يحب لنفسه. نعم هذا لا يحب لا يؤمن بما يحب حتى يحب لاخيه او يحب لجانبه ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب لنفسه شيء ولا يحبه لجاره أو لأخيه فلا على نقص الإيمان والله أعلم. تحب لنفسك الخير تحب لنفسك أنك تربح سلعة ولا كذا ولا تحبه لنفسه لجاره أو لأخيه هذا نقص الإيمان. لا كمال الإيمان أن تحب لأخيه ولجاره ما تحبه لنفسه وتكره له من الشر وتكره له. فإن لم تكن كذلك هذا نقص الإيمان. هذا حديث عظيم ولله إنما المؤمنون يحبون المؤمن يحبون قال والمؤمنون والمنافقون بعضهم أولياء بعض ولي تحب له الخير فينصر. إذا لم تحب له ما تحب لنفسك نقصت الولاية نقص الإيمان نقصت الأخوة ضعفت الأخوة. نعم. نعم هذا هو الله هذا هو الله هو الحديث. نعم طريق الإيمان يحب له أن الله يهديه وأن الله يوفقه المحافظة على الصلوات. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه. حدثنا يحيى بن ايوب وقتادة بن سعيد وعلي بن الفجر حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد تقليل الحعاجي. نعم. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن الفجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء وعن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من لا يؤمن من لا يامن شاره بوارقه. والبوارق هوائها والشر لا يامن لا يدخل الجنه من لا يامن شاره بوارقه. هذا كتب عيد الشهيد وان هذا من كبائر الذنوب من طاعه لا يدخل الجنه لا يدخل الجنه عندك لا يدخل الجنه. قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق. نعم هذا يدل على أن هذا كبائر الذنوب والبوائق والهوائل والشر الذي لا يأمن جاره لا يأمن شره هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. والجار لا إذا كان لا يأمن جاره يدل على فسقه على الدين وإيذائه. إذا كان لا يأمن غوائل وشره هذا من كبائر الذنوب. الحديث الآخر والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كل من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه. ويدل على نقص الإيمان وضعف الإيمان أنه كثير كبير مثلا ويدل على كثير لكن هذا من باب الوعيد من باب الوعيد وأنه أن هذا من كبائر الذنوب كون الإنسان الجار
يخاف من جانب يخاف من شروره وغوائله هذا يدل على الإيمان. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وكر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذه الأمور الثلاثة كلها من الإيمان، أن يكون خيرا أو يصمت وإكرام الضيف وعدم إيذاء الجار، وما فعل واحدا منها دل على ضعف الإيمان وضعف الإيمان، بل لم يقل خيرا أو آذى جاره أو لم يكرم ضيفه هذا من ناقص الإيمان. نعم ضعيف الإيمان. نعم نعم عندنا الحديث هذا ما سبع صحيح ما بالوعد. نعم. ها احتمل ايش الأول؟ هذا معروف الذي يتحلم من الدين بالضرورة هذا كتاب، لكن هذا معلوم، هذا يتحلم كل من يتحلى أمر معلوم من الدين بالضرورة مثل الزنا أو شرب الخمر أو أذية الجار أمر معلوم من الدين بالضرورة كفر، لكن المقصود من هذا أنه متبادل هذا وعيد من باب الوعيد. أما من يتحلى هذا أمر معلوم. ها نعم ان الباب الوحيد انه هو الله ولكن تفكر طلب من المراد من باب الوحيد وانه تحت مشيئه الله ان شاء الله عز وجل وان شاء عفا عنه. نعم يقول الله تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا ابو بكر بن ابي طيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابن حطيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي حقيق غير انه قال فليحسن الى جاره. الجار جاء فيه ثلاث جمل فليحسن الى جاره فلا يؤذي جاره فليحسن جاره كل هذه جاء في الحديث اكرام الجار وعدم الاذى والاحسان فليحسن جاره فليحسن جاره فليحسن له فليحسن لذلك فكان له فلا يؤذي جاره. نعم وهذا يجب على عوض حق الجار. نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله ومن جميعا عن ابي عيين قال عن ابي عيين قال ابن عيين قال ابن عيين حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع نافع بن زبير يخبر عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكفر. نعم ومن أخذ الوحي منها نقص إيمانه ضعف إيمانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان هؤلاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدا بالخطبة يوم العيد فقد صلى. نعم هذا الضيف الرسول ينزل
الضيف الذي يجلس يأتي وهو معروف، لكن الآن في المدن إكرام الضيف الآن صار يعني يتلف مفقود الآن، لأن المدن الآن صار فيها المطاعم فيها كذا، لكن في الأول في القرى وفي البادية لا زال موجود، يأتي الضيف وينزل كان يريح، كان يأتي على بعيد يريح عند الباب يسر صاحب البيت ويسلمه، والضيافة الواجب يوم وليلة حتى أيام، ما كلام بالله ولا ما هو الضيافة جاعدة يوم جنة قال يوم وليلة، والضيافة ثلاث أيام وما زال على ذلك هو فرض أن يسلمه يوم هذا الواجب أو ثلاث أيام في القرى وفي المدن، لكن في المدن الآن ضعف فيأتي إنسان ينزل أن تكر ما لا تريد، عندك مطاعم عندك كذا. نعم لا. لا يؤذي جاره فليكذب جاره فليحسن إلى كافة الفرق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاو حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة ومعطيه قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد سرك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فللسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث فيه دليل على أن إنكار المنكر واجب، وأن إنكار المنكر على ثلاث مرات: باليد المرتبة الأولى، ثم باللسان، ثم بالقلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.